في الجرب هلا حاليا منتشر عنا، العدد يتجاوز تقريبا 42 43 شخص. هلا اللاشمانيا حاليا العدد يعني قليل كتير بالنسبة لهديك السنة، يعني حاليا العدد 3. كان في عندنا الشهر الماضي التهاب سحايا والعدد كان 3 4. طبعا بعثناهم عملنا إحالات لمشفى الحكمة وطبعا أخذوا العلاج ورجعوا على المخيم. والله وضع المخيم سيء مقبل حالة الشتاء، والجو بارد وخيم ممزقة، الخيم تالفة. الخيم صار لها منذ 27 شهر مع قدمتنا المفوضية خيم نهائيا. الخيم القديمة عم نخيطها ونضبطها لحتى نستر على عيالنا وأولادنا. العالم راضية بهالأمان الموجود بالمخيم. المفوضية أكثر من مرة ناشدناها، بكرة جاية الشتاء وجو بارد مثل ما تعرف وعواصف وأمطار، ما حدا رد لنا أي شيء ولا انطانا شيء، وعود عم يعودونا أنه نطلع عليكم تقييم. تقييم أنت الخيم سلمتها بسنة واحدة بشهر واحد كلها لجميع النازحين، شلون تطلع تبدك تقييم؟ اليوم يطلعون عملية تقييم يقول لك دعم ما بي تمويل، خفة تمويل. إيه هذا مو ذنب النازحين. اليوم ناس تستلم خيم وناس ما تستلم خيم، وين تروح بأطفالها اللي جت البلد؟ هذا وضع الخيم. المخيم هو تابع للمفوضية، بس للأسف بالسنوات الماضية تم تهميش المخيم من قبل جميع المنظمات. أحد الأسباب هي نقص التمويل للمنظمات بشكل عام. حاليا المخيم بيعاني من نقص كتير، يعني من الأنشطة المنقذة للحياة اللي فينا نقول. مثلا ما بيتم تقديم سلات منظفات للمخيم من تقريبا من 6 شهور. السلة الغذائية اللي تقدم من برنامج الأغذية العالمية سلة ضعيفة جدا، تكون محتوياتها عبارة عن بقوليات، حمص ورز، يعني ما بتكفي حاجة الأهالي. حاليا نحن مقبلين على فصل الشتاء، لهلا لسه ما تقدم شيء، اي مستلزمات شتويه يعني. Yeah.